الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت احنا ابتدينا في الـ evaluation of the transplant recipient، واتكلمنا على الـ major organ system زي cardiovascular, pulmonary, urological وغيره. النهاردة ان شاء الله هنبتدي نكمل في الـ assessment of the recipient. هنبتدي في حاجات اللي بنقول عليها specific to the patient، characteristics معينة. فأول حاجة هنتكلم عليها هو الـ age. هل في age limit للريسيبينت ان يعمل له ترانسبلانتيشن ولا لا؟ يعني بيشنت عنده 70 سنه، عنده 80 سنه، ينفع نزرع له ولا لا؟ هو في الواقع ملناش ابر ليميت للايج، لكن لقينا مثلا ان البيشنت اللي هم على الويتنج ليست فوق 65 سنه في اليو اس اي بيمثلوا حوالي 22%، واللي فوق 70 سنه بيمثلوا حوالي 5%. ففي نسبه كبيره من اللي على الويتنج ليست هم elderly already. طيب هل لو احنا زرعنا لهم الاوتكم يكون احسن من الدياليسيس؟ لو السرفايفل هيبقى احسن من الايه؟ من الدياليسيس. ولكن هم معرضين لريسك فاكتورز معينه، انه الكارديو فاسكولار ديزيز هنا هتبقى اعلى، الانفكشن والماليجنسي هيكونوا اعلى، الهوسبيتال ستاي هيبقى اكتر، يبقى برولونجد، والري ادميشن ريت هيبقى اعلى. وان كان الريسك اوف ريجكشن بيكون اقل، لان طبعا في الاولد ايج بيكون الايميون سيستم ليس اجريسيف عن الايه؟ عن اليانج. وعشان كده لازم نبقى ايه نركز على حاجات معينه في الناس اللي هم الالدرلي. نعمل اسيسمنت كويس للكارديوفاسكولار، السيريبروفاسكولار، البريفير فاسكولار ديزيز بيبقى كومن قوي فيهم. هنبتدي نعمل مالجنسي سكرين اكتر في حاجات احنا ما كناش بنعملها روتينلي في الناس اليانجر شويه، لكن هنا لازم بنقول عليها ايج ابروبريت سكريننج. نطمن كمان على الكوجنيتيف فانكشن اوف ذا بيشنت، وهل البيشنت ده امبيولاتوري ويقدر يعمل سيلف كير لنفسه ولا لا. البيشنت اللي هم الكبار في السن لما بيبتدوا يفكروا في ترانسبلانتيشن احيانا بيبقى عندهم unrealistic expectation، يعني هو فاكر انه لما يعمل ترانسبلانتيشن هيبقى اكثر شبابا، هيبقى younger، ولكن ده مش واقع. هو هيبقى نفس الايج ولكن هيبقى احسن، الاوتكم بتاعه هيبقى احسن من دياليسيس. وعشان كده دايما بنعمل risk to benefit ratio، يعني انه البيشنت دوت الريسك بتاعه في الترانسبلانتيشن في الايج الكبير هيبقى كذا وكذا وكذا، لكن في لو عملنا ترانسبلانتيشن ممكن يبقى ايه في اوتكم احسن. فبنشوف احنا ده بيبقى الموضوع individualized وبيرجع ايه للنيفروجيست اللي بيعمل assessment. في نقطة طبعا مهمة جدا نحطها في الاعتبار، انه الناس اللي هم old age وموجودين لسه على الويتنج ليست، معنى كده انه هو ممكن ينتظر دوره، ممكن دوره ده ياخد سنين. فمعنى كده ان هو على الدياليسز وهو اولد ايج، فنسبه كبيره منهم ممكن بتموت قبل ما يجي دورها في الترانسبلانتيشن. طيب معنى كده ان احنا نسرع الموضوع ده، ممكن هو ياخد من ليفنج دونر، ممكن ياخد في ليفنج دونر، يبقى مش هيستنى على الويتنج ليست. لكن طبعا عشان ياخد من ليفنج دونر خصوصا لو كان يانج قوي بيبقى ليها ايثيكال كونسيدريشن هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، واحنا بنتكلم على تحضير الدونر. الاهم بقى من الايج في الناس الكبار او في السن اللي احنا بنقول عليها الفريليتي. فريليتي يعني ايه؟ يعني الوهن او الضعف الشديد. فلما نقول الشخص ده فريل يعني هو جنرالي كده ضعيف، الفيسيولوجيك ريزيرف بتاعته قليله. يعني في حاجه بنقول عليها كرونولوجيكال ايج وفي حاجه بنقول عليها بايولوجيكال ايج. كرونولوجيكال ايج اللي هو الايج الطبيعي اللي هو الشخص، يعني احنا مثلا في 2022 لو واحد مثلا مواليد 1952 يبقى احنا نحسب كانه الراجل ده عنده 70 سنه. لكن لما تشوفه تقول لا والله ده شكله يانجر عن كده، ده يدي 50 سنه، يدي 60 سنه، فيبقى ده اسمه شخص يعني بايولوجيكال ايج لوكس يانجر خلاص. لكن في واحد تاني نفس 70 ده تقول ده عنده 90 سنه، ده بيبقى شخص نقول ايه بايولوجيكالي ديزيز، او بنقول عليه هو اللي هو الفريل. فالفريلتي ده فاكتور مهم جدا بيعكس لي الفيسيولوجيك ريزيرف اللي عند الايه البيشنت نفسه. زمايلنا في الجيرياتريكس بيبقى ليهم سكورينج معين كده، بيبقى بيقيسوا كومبوننتس معينه للفريليتي وهم خمسه، اللي هو بيقولوا الشرينكينج، يعني شخص ده بيبتدي يفقد وزن معين في قد ايه خلال السنه اللي فاتت. النقطه الثانيه اللي هو الويكنس، يشوفوا الجريب سترينث قد ايه، ليها مقاييس معينه. الاكزوستشن ودي حاجه طبعا ايه سيلف اسسمنت. اللو اكتيفيتي، الكالوريز اللي بيفقدها بير ويك قد ايه. السلو ويكينج سبيد بيديله مسافه معينه يقولوا له امشيها ويشوف خدها في تايم قد ايه، وبالتالي من الكومبوننتس دي يقدروا يحسبوا الفريليتي قد ايه عند الشخص ده. فالفريليتي بالنسبه للي هم الاولد ايج هيبقى اهم من الكرونولوجيكال ايج نفسه.
طبعا كل ما زادت الفريليتي كل ما كانت المورتاليتي اعلى، سواء كان هو لسه هيتنوا على دياليسيس او على ترانسبلانتيشن، هي في برولونجد الهوسبيتال ستاي، وكمان هيبقى الري ادميشن كتير قوي في البيشنتس دولت، وكمان لو عمل ترانسبلانتيشن بيبقى في ديليد جرافت اي فانكشن. نيجي للفاكتور اللي بعد كده اللي هو الاوبيستي. الابيديميولوجي بيقول ايه؟ لو احنا كل ما كان الوزن زاد البودي ماس اندكس زاد، يبقى الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز اكتر. لو هيعمل سيرجري البيشنت ده هيبقى سيرجيكال كومبليكيشنز اكتر. فده الابيديميولوجي اللي احنا بنقول عليه، وكمان المورتاليتي بتكون اعلى. لكن لاحظوا حاجه، انه في البيشنت اللي هم بيبتدوا انيشيتنج الدياليسز وهم البودي ماس اندكس بتاعهم اكبر بيبقى سيرفايفل بتاعهم احسن. فده عكس اللي بيقوله الابيديميولوجي، فده بيقولوا عليه ريفرسد ابيديميولوجي. يعني البيشنت اللي هم هاي بودي ماس اندكس ات انيشيشن اوف دياليسز المورتاليتي بتكون اقل، فده بنقول عليها ريفرسد ابيديميولوجي، عكس اللي احنا متوقعينه. بس لما بنيجي نعمل ترانسبلانتيشن والبودي ماس اندكس عالي، يبقى المورتاليتي هنا عالي، يبقى حصل انعكس التاني، فنقول عليها ريفرسال اوف ريفرسد ابيديميولوجي. خلاص، يبقى احنا المفروض ما نعملش ترانسبلانتيشن لاوبيس بيرسون، والا كان هيبقى في ريسك فاكتور للسيرجيكال كومبليكيشنز، هيبقى في ديليد جرافت فانكشن، وكمان الكارديوفاسكولار طبعا ديزيز هتبقى اعلى، وكمان بوست ترانسبلانت دايابيتس هيبقى اعلى مع الاوبيزيتي، وخصوصا كمان هياخدوا امينو سبريسيف ميديكيشنز من اللي هي بتزود الريسك اوف دايابيتس. وبالتالي هل في بودي ماس اندكس ليميت معين بنقول بعده ما نزرعش؟ ده بيختلف من ايه، من سنتر لسنتر. ففي بيشنت وفي سنترز يقول لك انا مش هزرع اكتر من 35 بودي ماس اندكس، في ممكن يقول لك لغايه 40. لكن كل طبعا لما زاد البودي ماس اندكس يبقى انا متوقع الكومبليكيشنز دي هتكون ايه، هتكون اكتر. طيب احيانا بيقول لك البودي ماس اندكس ده ممكن يكون مسليدنج، يعني هو مثلا الوزن بتاعه زياده لكن هي المشكله هتقابلنا فين؟ المشكله في الابدومينال فات، او يبقى احنا مشكلتنا في الديستريبيوشن او ذا فات. فاللي هو الابدومينال فاتس اللي هو الويست نفسه مقاسه، هو ده اللي بيكون اهم احيانا من الايه، من البودي ماس اندكس، وهو ده لانه كورليتس مع سيرجيكال كومبليكيشنز، وكمان انه ريسك اوف ميتابوليك سيندروم هيكون ايه عالي هنا. وعشان كده دايما الاوبيس بيشنتس بننصحهم انهم يفقدوا وزنهم قبل ما نبتدي نعمل الترانسبلانتيشن عشان نقلل الريسك ايه اوف كومبليكيشنز. الفاكتور اللي بعد كده اللي هو الكرونيك هايبوتنشن. معظم البيشنت اللي هم وصلوا ستيج 5 وعلى الويتنج ليست او مستنيين ندخلهم على البري امبتيف ترانسبلانتيشن او اوريدي على دياليسيس، هو بمعظمهم بيكونوا هايبرتنسيف. رير قوي نلاقي بيشنت هايبوتنسيف، لكن في بيشنت مجموعه من البيشنتس ممكن يكونوا اوريدي هايبوتنسيف وكرونيك هايبوتنشن، مش مجرد هايبوتنشن بس بيجي على السيشن. دول غالبا بيكونوا دايابيتيك بيشنتس وعندهم اوتونوميك نيوروباثي، او بيكونوا عاملين نيتيف نيفريكتومي، او بيكون عندهم كرونيك انترستيشن نيفرايتس بيبقى فيه نوع من السولت لوسينج نيفروباثي، او يكون في كاردياك كوز او ادرينال كوز، يكون البيشنت عنده مثلا اديسونز ديز. فدول كلهم معرضين انه يجيلهم ايه، هايبوتنشن، او يكونوا في كرونيك هايبوتنشن. طبعا البيشنت دول لو عمل لهم ترانسبلانتيشن الريسك اوف ديليد جرافت فانكشن هيكون عالي، ممكن يبقى ايزلي يبقى يحصل ثرومبوزس الجرافت، ممكن البيشنت يخش في ريبيتد اي كي اي. وبالتالي احنا هنا لو حسب السيفيريتي، لو البيشنت ده سيفير قوي بيخش يحصل له ادمشن كتير عشان ياخد مثلا سلاين عشان يصلح السيمتوماتيك هايبوتنشن، انه ماشي على ميدودورين، كل دول بيبقوا ريسك اوف فيلير اوف ذا جرافت هيكون عالي، وبالتالي ده ممكن يكون كونترا انديكيشن للترانسبلانتيشن. الحاجه الثانيه اللي هم البيشنت اللي احنا قلنا عليهم هايلي سنسيتايز بيشنتس، عندهم بري فورمد انتيبودز، ودول بيمثلوا نسبه كبيره من اللي على الويتنج ليست، حوالي 40%. طب نعمل لهم ترانسبلانتيشن ولا لا؟ احنا قلنا قبل كده ده حاجه ريليتيف كونترا انديكيشن، يعني في سنترز ممكن تقدر تتعامل مع البيشنتس دول اذا ما كانش فيهم ليهم حل غير ان احنا نزرع لهم وخلاص، وان كنا نفضل فيهم اللي هو البيرد اكسشينج احسن. طيب لو قدرنا نعمل دي سنسيتايزيشن ممكن نزرع، لكن لازم نبقى عارفين ان الريسك اوف ريجكشن هنا هيكون عالي جدا. وعشان كده في البيشنت دولت بدام الريسك عالي قوي والبيشنت ممكن يعمل ترانسبلانتيشن ونرجع تاني يحصل ايه، ريجكشن. ففي الحاله دي اللي احنا ناخد من ليفنج دونر مساله هنا فيها كلام، يعني دي حاجه ايثيكال. انا باخد ترانس كيدني من واحد ليفنج وبقول له ان انا عندي ريسك جدا يحصل ريجكشن على طول، وممكن يخش في هايبر اكيوت ريجكشن ما اقدرش اسيطر عليه ونعمل جرافت نيفريكتومي. فعشان كده الجزء ده بيبقى ايثيكال شويه، يعني نحطه في الاعتبار. طيب البيشنت اللي هم زارعين قبل كده وحصل لهم جرافت فيلير، هل ممكن يزرعوا تاني؟ ممكن يزرعوا تاني،
وممكن يزرعوا تالت كمان، فاللي هو السكند ترانسبلانت او اللي اكتر من سكند بيقولوا عليها مالتيبل ترانسبلانتيشن. طيب ال 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 الجرافت اللي هو التاني سكند ترانسبلانت او مالتيبل، هل عيش زي الاولانيه؟ الا ده بيعتمد على فاكتورز معينه. رقم واحد هو التايمينج اوف لوس، هو فقد الجرافت الاولى امتى، والحاجه الثانيه الايتيولوجي اوف لوس. فالبيشنتس اللي هم الجرافت بتاعتهم فانكشنينج اكتر من سنه وما حصلش ريجكشن، او البيشنت اللي هم فقد الكيدني نتيجه سيرجيكال كومبليكيشنز، لقوا تقريبا السرفايفل بيبقى زي الفيرست اي ترانسبلانت. لكن لو كان الفيلر ده نتيجه انه حصل ايرلي ريجكشن او انه حصل ريكارنس او نيتيف كيدني ديزيز، يعني بيشنت كان عنده الرينال فيلير اوف ذا نيتيف كيدني، كان نتيجه مثلا حاجه معينه حصل لها ريكارنس في الجرافت، يبقى معنى وخصوصا لما الريكارنس ده يبقى ايرلي قوي بعد الترانسبلانتيشن، يبقى السرفايفل اوف ذا جرافت هنا بيكون اقل جامد جدا. وعشان كده دول بيحتاجوا نعمل لهم ايمونولوجيكال ورك اب احسن، ويبقى محتاجين ماتشنج احسن، ولو ليفنج دونر يبقى احسن كمان من الديزيز دي دونر عشان ما يحصلش الموضوع ده. وهنعمل فوكس كبير جدا على loss of the first graft، ونعمل ورك اب ليكون في عنده ايه native kidney disease، وخصوصا ان patients كتير قوي بيوصلوا end stage وبيجوا لنا متاخر وما بيكونوش عاملين بايوبسي قبل كده، وانا ما بقاش عارف الايه الايتيولوجي اوف رينال فيلير في البيشنتس دول ايه. لكن لازم نعرف انه المالتيبل ترانسبلانتيشن يبقى معنى كده الدوزس اللي خدها من الايموسابريسيف ميديكيشن مع الفيرست جرافت او مع المالتيبل جرافتس اللي هو عملهم قبل كده، طبعا دول هيبقوا اكوموليتنج مع الايموسابريشن الجديده، وبالتالي الريسك اوف انفكشن او ماليجنسي هنا هيكون ايه عالي قوي. الفاكتور اللي بعد كده البيشنت اللي هم زارعين نون رينال ايه اورجان ترانسبلانت، يعني واحد جاي عايز يعمل كيدني ترانسبلانتيشن وهو اصلا زارع ليفر او زارع هارت. البيشنتس دول طبعا انا لقوا انه حوالي 20% من البيشنت اللي هم زارعين نون رينال اورجان قبل كده لو 20% بيوصلوا اند ستيج، وده بسبب ايه؟ يا اما هو عنده بري اكزيستنج كيدني ديز قبل كده، يا اما هو من السي ان اي توكسيستي، هو ماشي على سي ان اي، فاحيانا بتوصل ان هو يخش في توكسيستي ويؤدي الى اند ستيج في البيشنت دول، او يكون البيشنت جاله بوست ترانسبلانت دايابيتس وعمل ايه الرينال فيلير. طيب الترانسبلانتيشن في البيشنت دول نعمل لهم ترانسبلانتيشن كيدني ترانسبلانتيشن ولا لا؟ قال لك ده بيعتمد على حاجتين. رقم واحد الفانكشنج اوف ذا ترانسبلانت اورجان نفسه، يعني البيشنت ده عامل ليفر ترانسبلانتيشن بس هو خلاص بقى مش كومبنسيتد، يعني خلاص الليفر ضايع خالص، فهل معنى كده ان انا اعمل له كمان كيدني ترانسبلانتيشن؟ انلايكلي، لان هو ممكن هيموت خلاص من الايه من الليفر فيلير. الحاجه الثانيه اللايف اكسبكتنسي، هو عنده اورجان شغال ولكن هو كبير خالص بقى في السن وكمان فريل، فهل اعمل له كيدني ترانسبلانتيشن؟ لا، نخليه على دايلسيس ايه افضل. البيشنتس دول طبعا زي ما قلنا هو بقى له فتره عامل اورجان ترانسبلانتيشن قبل الكيدني، فلو عملت له كيدني ترانسبلانتيشن كمان يبقى انا غالبا بنزود الايمينوسبريسيف ميديكيشنز، لان مش كل الاورجانز بتاخد نفس الدوزز اوف ايمينوسبريشن، يعني مثلا لقوا الليفر ترانسبلانتيشن بيحتاج ايمينوسبريسيف ميديكيشنز اقل مثلا من الكيدني ترانسبلانتيشن، فانت لو زرعت له هنا كيدني هيزود الايمينوسبريسيف ميديكيشنز شويه، وبالتالي الريسك اوف انفكشن اند مالجنسي هيزيد. نيجي بقى للجزء مهم جدا في الاسسمنت او ذا ريسيبيانت اللي هو الايتيولوجي اوف نيتيف كيدني ديزيز. البيشنت ده جاله رينال فيلير ليه؟ لان في ديزيزز مهمه جدا ممكن يحصل لها ريكارنس في الجرافت، خلاص، فمهم جدا نعرف الديزيز دي عشان نبقى متوقعين ممكن يحصل ريكارنس في الجرافت، والريكارنس ده نسبته قد ايه، وهل معنى لو حصل ريكارنس لا هيؤدي الى جرافت فيلير ولا لا، يعني ممكن يحصل ريكارنس بس ما يؤديش الى جرافت فيلير او نسبته تبقى ضعيفه. فهنيجي قال له موست كومن طبعا عندنا هنا في كيدني ديزيز هو الدايابيتس. فلو انه احنا في الناس قبل كده في محاضرات الدايابيتس قلنا ان الاشخاص اللي ممكن معرضين او يجي لهم دايابيتك نيفروباثي، ودول حوالي 1/3 اوف ذا دايابيتك بيشنتس، يبتدي يظهر بعد 5 سنين الهيستولوجيكال تشينجز في الكيدني، وان كان لسه ما ظهرش عليه كلينيكال، يعني ما فيش مايكرو البومنوري. الهيستولوجيكال تشينجز بتظهر بعد 5 سنين في ناس، هنا بتظهر ايرلي شويه من عند 3 سنين. وطول ما هو بقى عند الجرافت موجود بنلاقي تقريبا up to 100% من البيشنت ممكن يبقى عندهم هيستولوجيكال تشينجز، لكن عشان يؤدي الى جرافت فيلير ده رير. ليه؟ عشان جرافت فيلير محتاج سنين طويله ممكن البيشنت ما بيوصلش ليها، وبالتالي الدايابيتس او دايابيتك نيفروباثي از ايتيولوجي اوف نيتيف كيدني ديزيز فيلير ده مش كونترا انديكيشن ان احنا نعمل ترانسبلانتيشن للبيشنت.
لكن مهم جدا طبعا البيشنت ده عنده سنين طويلة على دايابيتس وعنده كومبليكيشنز ليها، فهو البيشنت على دايالسيس لازم نهتم بالادجستمنت اوف بلاد شوجر، وان احنا نتعامل ازاي مع الدايابيتيك كومبليكيشنز لانه هو هياخدها معه وهو رايح ترانسبلانتيشن. الحاجة التانية انه احنا قلنا ان الانسولين هو بيبقى ايه ميتابولايزد اند اكسكريتد من خلال الكيدني، وعشان كده كل ما بيحصل ديتريشن اوف ذا كيدني فانكشن كل ما الدوزز اوف انسولين او الانتي دايابيتيك عموما الدوز اللي بيحتاجها البيشنت بتقل. وفي بعض البيشنتس بيوصلوا لمرحله ان هو مش محتاج انسولين خالص، يعني هو بقاله 20 30 سنه بياخد انسولين وبعدين جه وصل اند ستيج ما بقاش محتاج خالص. ليه؟ لان الكيدني ما بقتش تعمل ميتابوليزم وكاتابوليزم للايه للانسولين الكم، فالجزء البسيط اللي باقي بيكون كافي للبيشنت ده. لكن ناخد بالنا انه اول ما يعمل ري ترانسبلانتيشن تاني او يعمل ترانسبلانتيشن معنى كده انه الكيدني اللي موجوده بقت فانكشنينج ويل، هتعمل كاتابوليزم للانسولين وبالتالي هيرجع تاني يزود الدوزس، او لو كان وقف الانسولين او الانتيبيوتيك هيرجع يحتاجها تاني. فالبيشنت لازم يبقى ايه عارف النقطه دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي هو الفوكال سيجمنتال جلوميرولس كروز، وده من اهم الجي ان اللي بيحصل لها ريكيرنس بوست ترانسبلانتيشن، وده بيبقى من نسبه 20 ل 40% وده ممكن يؤدي الى جرافت فيلير. طيب هل طبعا لازم افرق ما بين البرايمري والسكندري؟ السكندري مش هيحصل له ريكيرنس غالبا، لكن البرايمري هو اللي بيحصل له ريكيرنس، ولقوا ان هو ممكن يحصل ايرلي قوي، يعني ممكن البيشنت اول ما يزرع في اول اسبوع الاقي حصل ريكيرنس للاف اس جي اس ولاقي البيشنت بدا يبقى فيه بروتنوريا. طيب ازاي انا افرق قبل ما اعمل ترانسبلانتيشن هو البيشنت كان عامل فوكال عامل بايوبسي وطلع فوكال سيجمنت هو برايمري ولا سكندري؟ احيانا بيفرقوها بالالكترون مايكروسكوبي. في الالكترون مايكروسكوبي اللي بيقول فيه البودوسايت افيسمنت بيبقى ديفيوز في حالات البرايمري لكن بيكون باتشي في حالات الايه السكندري. طيب الريكيرنس احنا قلنا من 20 ل 40%، لكن اكتر مين في مين بقى؟ لو هو البيشنت ده يونج، لو البيشنت ده كان عنده هيفي بروتنوريا يعني نيفروتكس 10 جرام مثلا او 12، يبقى ده معرض اكتر يجي له ريكيرنس ويؤدي الى جرافت فيلير. اللي هم الناس اللي كانوا رابد كورس يعني من اول ما شخصنا الفوكال سيجمنتال ووصل اند ستيج بسرعه، يبقى ده معرض ان يجيله ريكيرنس. الكولابسنج فاريانت يجيله ريكيرنس اعلى. البيشنت اللي هما في البايبسي مش مجرد فوكال سيجمنت او سيجمنتال سكروز، لا ده في كمان ميزنجل بروليفريشن، معرضين اكتر يحصل لهم ريكيرنس. البيشنت اللي هو كان زرع قبل كده وحصل جرافت فيلير نتيجه الريكيرنس او ديزيز هيبقى معرض اكتر ان يجيله ريكيرنس وبسرعه عن المره ايه اللي زرع فيها في الاول. وعشان كده النقطة دي مهمة جدا انه لو هتعملوا ريترانسبلانتيشن تاني لازم في جزء هنا ما بلاش ناخد من الليفنج، لان فرصة الريكيرنس والفيلير هيبقى اعلى من المرة الاولانية. فعشان كده يبقى دي جودة برضو نقطة ايه اثيكال ناخد من الليفنج دونر، لا فالافضل هنا ناخد من كادافيريك دونر لان الريسك اوف ريكيرنس وجرافت فيلير هيبقى عالي جدا فيهم. طيب في البعض بيقول لك احنا عشان ريكيرنس في الاف اس جي اس عالي احنا ممكن نعمل بلازما اكسشينج في الاول، لان احنا قلنا بيبقى الفوكال سيجمنتال في البرايمري غالبا بيبقى فيه بيرميابيلتي فاكتور موجوده، فلو احنا شلناها قبل الزراعه وكمان لما نكمل زراعه نكمل عليها على البلازما اكسشينج ممكن يقلل ايه الريكيرنس. وفي كلام ان احنا ممكن نستخدم كمان ريتوكسيمات. طيب البيشنس اللي هم جايين يعملوا ترانسبلانتيشن وهم لسه بيجيبوا يورين خلاص ولسه في بروتنوريا، يفضل في البيشنس دول ان احنا نعمل لهم نيتيف نيفريكتومي. ليه؟ لان هو عنده بروتنوريا، اولا لو هي هيفي بروتنوريا طبعا ده ممكن يقصي بقى في جزء منه نيوتريشنال. النقطه الثانيه لو عملت ترانسبلانتيشن انا هعرف حصل ريكيرنس ازاي؟ لما بيلاقي في بروتنوريا. طب اذا كان النيتيف كيدني لسه بتجيب يورين وفي بروتين انا مش هقدر افرق ايه البروتنوريا دي من النيتيف كيدني ولا من الجرافت. فاذا كانت هيفي بروتنوريا يفضل ان احنا نعمل ايه نيتيف نيفريكتومي قبل ترانسبلانتيشن. احنا ركزنا على فوكال سيجمنتال جلوميرولس كروزس، لكن بقيه الجي ان في حاجات ثانيه ممكن يحصل لها ريكيرنس بريتس مختلفه ولكن يؤدي الى جرافت فيلير برضه ريتس مختلفه بتكون دايما اقل. مشكلتنا عشان نحسب بالظبط الريت اوف ريكيرنس في الجي ان احنا ما نقدرش نحسبها بالظبط. ليه؟ لان في بيشنتس كتير قوي بيجوا لنا اند ستيج وهم مش متشخصين، فانا مش عارف اذا كان هو البيشنت ده كان عنده ايه من الاول في النيتف كيدني. فلو جالي في الجرافت حاجه مثلا جي ان بنسميه دونوفو جي ان، هو جاي اول مره خالص ما كانش في الجرافت الاولاني ولا هو الريكيرنس، انا مش عارف لان انا ما عرفتش الهيستولوجي او الباثولوجي اللي حصل في الايه في النيتف كيدني. فدي نقطه مهمه.
طبعا الريكرنس ريت ده بيزيد كل ما البيشنت قاعد على الترانسبلانتيشن فتره اكبر، اللي قاعد مثلا 10 غير 20 سنه، فكل ما يطول على الترانسبلانتيشن كل ما فرصه الريكرنس تكون ايه؟ تكون اعلى. الاي جي اي من الحاجات اللي الريكرنس بتاعها عالي من 40 ل 60%، لكن ده هيستولوجيكال ريكرنس، لكن عشان يؤدي الجرافت لوس ما بيحصلش الا في اقل من 10%. ناخد بالنا كمان ان في بعض الاي جي اي بيكون فاميليال، فلو البيشنت هو متشخص اي جي اي في النيتف كيدني وجي عايز يعمل ترانسبلانتيشن من ليفنج دونر، لازم اعمل اسسمنت كويس جدا للليفنج دونر ليكون هو كمان عنده اي جي اي. الناس اللي عندهم ممبرانس جي ان لقوا ان وجود البلار 2 هنا ممكن يكون ليه رول ان بيزود الريت اوف ريكرنس. طبعا الميمبرانز دي من الحاجات الكومن اللي ممكن تيجي دونوفو في الجرافت وممكن تكون ريكارنس من الايه من النيتف زي النيتف كده. حاجه كمان من اللي هو ممكن يحصل لهم ريكارنس بنسبه عاليه اللي هو الاتيبيكال اتش يو اس اللي هو النون دايريال، يعني بيكون في عندي مشكله في الكومبلمنت سيستم ريجوليشن، هنا الريكارنس بيكون عالي من 50 الى 75%، ولكن طبعا الريت ده ابتدى يقل قوي لما ابتدينا نستخدم الايكلوزوماب. طبعا التيبيكال اتش او اس ده رير ديزيز انكومن، وفي ناس كتير قوي بيبقى هو الكوز اوف نيتف كيدني ديزيز فيلير لكن هو ما بيكونش متشخص. فاذا كان البيشنت ده عنده هيستوري قبل كده اوف ثرومبوتيك مايكرو انجيوبثي يبقى احط لازم اعمل سكريننج كويس جدا للاتيبيكال اتش او اس، وممكن نعمل كومبلمنت ورك اب. طبعا الاتيبيكال اتش او اس لو هو زرع وخد سي ان اي، سي ان اي من الحاجات اللي ممكن تعمل ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي زي ما قلنا قبل كده، وبالتالي لو حصل ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي انا مش هبقى عارف هل هو ده من السي ان اي ولا حصل ريكرنس للاتش او اس. لكن غالبا اللي بيحصل مع سي ان اي بيكون ليس سيفير عن اللي بيحصل مع الانتي مع التيبيكال اتش او اس. طيب وعشان كده يفضل دايما البيشنت اللي يزرعه لازم يبقى بيمشي على ايكلوزوماب على طول و او لفتره طويله مش محدده، لكن لازم نعرف الاكسوم ده دراج فيري فيري اكسبنسيف، فيعني استخدامه على طول هتبقى ايه يعني في جزء كبير قوي كوست، هل البيشنت ولا الانستيتيوشن يقدر يتحمله او لا، دي هتبقى ايه نقطه مهمه جدا نحطها في الاعتبار. طيب البيشنت اللي هما كان النيتف كيدني ديزيز عندهم لوبس نيفرايتس، هل دول ممكن نعمل لهم ترانسبلانتيشن ولا لا؟ نعمل لهم ترانسبلانتيشن مفيش مشكله، لكن لازم نعرف لازم مين البيشنز يقول كله ان ريميشن كلينيكالي قبل ترانسبلانتيشن لفتره على الاقل 6 شهور. طيب في بعضهم ويكون على دوز اوف ستيرويد قليله اقل من 10 ملي جرام بير داي، البيشنز دول ممكن يكون لسه سيرولوجيكال ماركرز بتاعتهم بوزيتيف، الاقي مثلا الاي ان اي والدبل ستراند ان اي لسه عاليين، هل دول يمنع؟ لا ما ينفعش ما يمنعش، المهم ان البيشنت يكون كلينيكالي ان ريميشن. النقطة الثانية لو اللي هو كان معاه سكندري انتي فوسفوليبيد سندروم لازم نعمل الورك بتاعه اب كويس جدا، لانه لو هو عنده الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز بيشنز دول معرضين لريسك اوف ثرومبو امبوليزم عالي، ولكن ده لا يمنعنا من الترانسبلانتيشن. الانك اسوشيتد فاسكولايتس طبعا برضو دول احنا قلنا في محاضرات الانك اسوشيتد فاسكولايتس قبل ترانسبلانتيشن لازم البيشنت يبقى فترة ما بين 6 شهور الى سنة قبل ما يبتدي يعمل ترانسبلانتيشن ولازم يبقى في ريميشن. برضه نفس السيرولوجيكال ماركرز الانكا ممكن يكون لسه بوزيتيف لكن البيشنت ده كلينيكالي ان ريميشن ممكن نعمل ترانسبلانتيشن. ناخد بالنا بقى في البيشنت اللي هم زي اللوبس والانكا اسوشيتد فاسكولايتس اللي هم ماشيين على اميونو سبريسيف ميديكيشنز للتريتمنت اوف ذيس ديزيزز قبل ترانسبلانتيشن، اللي هو على اميونو سبريسيف ميديكيشن لسنين كتير الاميونو سبريشن اللي خدها دي اكوميوليتنج هتضاف للاميونو سبريشن اللي هياخدها بعد ترانسبلانتيشن، وبالتالي الريسك اوف انفكشن وماليجنسي هنا هيكونوا اعلى جدا من الناس اللي ما كانوش بياخدوا اميونو سبريسيف ميديكيشنز قبل ترانسبلانتيشن. فدي نقطه مهمه جدا لازم نبقى ننبه البيشنت عليها. من الحاجات اللي الريكرنس ريت عالي جدا بوست ترانسبلانتيشن اللي هو الاوكزالوزس. الاوكزالوزس طبعا انا عندي في برايمري وفي عندي سكندري. البرايمري ده بيبقى ديزيز اوتوزومال ريسيسيف بيحصل في ديفيشنسي اوف انزيم اسمه الانين جلايوكسيليت امينو ترانسفريز، الانزيم ده بيطلع من الليفر، فلما يحصل ديفيشنسي اوف ذا انزيم يبتدي يحصل اكوموليشن اوف ذا اوكسيليت في الاورجانز المختلفه منهم الكيدني، فالكيدني يبتدي يحصل فيها ديبوزيشن يؤدي الى فيلير وبيبقى فيه كمان نيفروكالسينوسيس. طيب الحل ايه؟ طبعا انا طول ما الليفر ده الانزيم ده ديفيشنت هيحصل ريكرنس للاوكساليت فيحصل ديبوزيشن برضه في الجرافت زي ما حصل في النيتف كيدني،
والريكرنس هنا بيقترب من 100%. فالحل لو احنا نعمل ترانسبلانتيشن للبيشن دول، الحل الامثل ان احنا نعمل كومبايند كيدني الليفر ترانسبلانتيشن. الليفر هيبتدي يعمل لي ريبليسمنت للانزيم اللي هو ناقص، ويبتدي البيشنت يعيش حياه طبيعيه من غير ما يحصل ريكرنس. لكن الاوبشن الاقل طبعا ده ريسكي جدا وريكرنس عالي، احنا نعمل داليسيس كويس للبيشنت، اب بحاول اشيل الاوكساليت على قد ما اقدر. الاورال فوسفيت ده لانه هو بيمسك فيه الاوكساليت وبيقلل الديبوزيشن بتاعها، وكمان بيدوا بايردوكسين ده بيحول الجلايكوزوليت الى جلايسين. لكن طبعا ما بيكونش افكتيف زي الكومباين كيدني الليفر ترانسبلانتيشن، والريكرنس والبرايمري اوكساليوز بيكون عالي جدا. السكندري اوكسالوزيس غالبا ده بيكون حاجه جي اي تي مثلا زي الانفلاماتوري باول ديزيز، او بيكون نتيجه الموربيد اوبيستي. فطبعا هو معرض كمان البيشنت ده يحصل له ريكرنس طول ما الانفلاماتوري باول ديزيز موجوده نوت تريتد، وطول ما البيشنت لسه موربيد اوبيستي. وعشان كده دولت احنا ممكن نقلله ازاي، ان احنا نعالج الكوز قبل ترانسبلانتيشن. يبقى البيشنت الانفلاماتوري باول ديزيز يبقى تريتد واندر كنترول، والبيشنت الموربيد اوبيستي نقللها ان شاء الله حتى يعمل ايه انتستاينال باي باس او غيره. طيب البيشنس اللي كان رينال فيلير سكندري وفابري ديزيز، فابري ديزيز ده بيبقى ديزيز بيكون فيه ديفيشنسي انزيم اسمه جالاكتوسايد انزيم. لما بيكون فيه ديفيشنسي اوف ذيس انزيم بيؤدي الى اكوموليشن اوف ذا جلايكوسفينجوليبيدز ان ذا اورجنز بما فيهم الكدني، وده اللي بيؤدي الى الجرافت فيلير. طيب الانزيم ما زال ديفيشنسي، يبقى احنا لو عملنا ترانسبلانتيشن معرض ان البيشنت يجي له ريكرنس في الجرافت، ده صحيح. لكن الريكرنس هنا بيبقى سلو قوي وما بيحصلش في كل البيشنس، يؤدي فهو بيحصل بس في 5% من البيشنس. وعشان كده ده مش كونترا انديكيشن ان احنا نعمل ترانسبلانتيشن. وكمان بقى في ريبليسمنت للانزيم الموجوده اسمه فابرازيم، فالبيشنت بياخده ايه على طول. بالنسبه للالبورت سندروم، احنا قلنا الالبورت سندروم احنا عندنا مشكله في الكولاجين تايب 4، خلاص ما بقاش يتكون، فالبيشنت ما عندوش الكولاجين ده. فلما يعمل ترانسبلانتيشن هياخد جرافت في النورمال كولاجين، فجسم البيشنت هيلاقي ان الكولاجين ده غريب بالنسبه له، فممكن يكون ليه انتيبوديز، فيبقى عنده حاجه اسمها بوست ترانسبلانت انتي جي بي ام ديزيز. ويمكن احنا عملنا محاضره على البرت سندروم واتكلمنا على الجزء ده بالتفصيل، وبالتالي ده ممكن يؤدي الى جرافت فيلير. طب يبقى معنى كده ان ده كونترا انديكيشن للترانسبلانتيشن؟ لا. ليه؟ لان لو انه بيحصل فيلير بس في 5% من البيشنس، وبالتالي البيشنس اللي عندهم البرت سندروم ممكن يزرعوا ما فيش مشكله خالص. لو ان البيشنس اللي بيجي لهم انتي جي بي ام بوست ترانسبلانتيشن بيكون مايلد، وما بيكونش غالبا فيه مع بالمونري مانيفيستيشنز، يعني ما بيحصلش هيموريج. وطبعا لو لان البرت سندروم بيبقى فاميليال ديزيز، فلازم نعمل لو هو البيشنت هياخد من ليفنج دونر ريليتد، لازم نعمل انفستيجيشن كويس جدا نتاكد ان هو ما عندوش البورت، وده ان شاء الله هنتكلم عنه في المحاضره اللي جايه واحنا بنعمل اسسمنت للدونرز. طيب البيشنت اللي عندهم اوتوزومال دومينانت بوليسيستيك كيدني ديزيز، ده اوتوزومال دومينانت ديزيز، هل ده ممكن يحصل ريكرنس؟ لا طبعا ما بيحصلش ريكرنس، لان الميوتيشن هنا في الاميون سيستم بتاع الايه الدونر الريسيبينت كان على الكيدني دي بتاعته بس، وبالتالي مش هيحصل في الكيدني اللي هو واخدها من حد تاني. لكن طبعا احنا النقطه اللي بنركز عليها في البيشنت دول انهم عندهم دايفرتيكولار ديزيز، ريسك بتاعه عالي قوي فيهم، وبالتالي ريسك اوف دايفرتيكولايتس وكلونيك بيرفوريشن بيكون عالي فيهم هنا. وطبعا لانه زي ما قلنا انهيريتد ديزيز، فلو هو هياخد من ليفنج ريليتد دونر لازم نعمل انفستيجيشن كويسه جدا قبل ما ايه ما ناخد من ليفنج دونر، عشان ما يكون متاكد ان هو ما عندوش هو كمان اوتوزومال دومينانت كده. لو البيشنت عنده هيستوري اوف هيديك او عنده فاميلي هيستوري اوف سيريبرال انيوريزم، لازم نعمل سكرين كويس جدا بسي تي او ام ار اي قبل ما نعمل ترانسبلانتيشن، عشان نتاكد انه ما عندوش ايه الانيوريزم. بالنسبه للسيكل سيل ديزيز، دي من الحاجات اللي بتؤدي الى رينال فيلير، ممكن تعمل لي فوكال سيجمنتال او تعمل لي كرونيك انترستيشن نيفرايتس. طبعا بعد ترانسبلانتيشن انه ممكن يحصل ريكرنس ممكن، لكنه هو رير. ولكن لو ممكن يحصل سيكلينج كمان، ويحصل سيكلينج في الكيدني اللي هي الجرافت نفسه بعد ترانسبلانتيشن، لكن احنا بنعمل زي قبل ترانسبلانتيشن بالبلازما اكسشينج، وبيكون افكتيف كمانجمنت. وطبعا انا سيكل سيل ديزيز ده لا يمنعني من ترانسبلانتيشن، والناس اللي هم عملوا ترانسبلانتيشن سيكل سيل ديزيز كانوا السرفايفل بتاعهم احسن من اللي ضلوا على الدياليسيس. اخر حاجه نتكلم عليها اللي هو الاميلودوزيس اند اذر بلازما سيل ديسكريجيا. طبعا احنا هنا المورتاليتي بتكون عاليه جدا، يعني بتقرب من 50% البيشنت دولت في اول سنه.
وده غالبا بيكون نتيجة الانفكشن اللي بيحصل او نتيجة الكاردياك انفولفمنت. يعني لو هو اميلودوزس بيبقى دايما بنعمل اسيسمنت للكاردياك فانكشن، لان معظم البيشن دول بيموتوا من ايه، من الكاردياك ديزيزز. فعشان كده لو هارت كونديشن تسمح احنا ممكن نبتدي نعمل ايه، ترانسبلانتيشن. الحاجة التانية انه في الاميلودوزس او الاذر بلازما سيل زي المالتيبل مايلوما احنا كنا ده زمان كونترا انديكيشن ترانسبلانتيشن، لكن المانجمنت دلوقتي بتاعت المالتيبل مايلوما اتحسن، فبقى ومثلا يعملوا مثلا ستيم سيل ترانسبلانتيشن والبيشنت ممكن يعيش لفتره كويسه. فده لو جاله هو عنده رينال فيلير ممكن نعمله ترانسبلانتيشن، بس لازم ناخد طبعا الاوبينيون اوف هيماتولوجي والانكولوجي. طيب الناس اللي عندهم اميلودوزس سكندري تو اف ام اف بيبقوا دايما ماشيين على كولشيسين. الكولشيسين ده لما البيشنت ياخد سي ان اي خصوصا التاكرولمس كمان الجي اي تي سمتس تكون كومبليكيشنز تكون عاليه جدا خصوصا الدارية، فدي نقطه بنحطها في الاعتبار والبيشنت لازم يبقى عارفها. الاميلودوز من الحاجات اللي ممكن يحصل لها ريكرنس في الجرافت. وناخد بالنا برضو بالنا من اللي هم البيشنت اللي عندهم اللي هو مونوكلونال جاموباثي اوف اندترماين سيجنيفيكانس. احنا قلنا انه ممكن يتحول الى مالتيبل مايلوما بريت 1% بير. فالناس اللي هم عندهم المونوكلونال جاموباثي اوف اندترماين سيجنيفيكانس نبقى لايم محتاجين فولو اب. طيب هل ده يمنع ترانسبلانتيشن؟ لا ما يمنعش ترانسبلانتيشن لان الريسك قليل. طيب هل الترانسبلانتيشن يزود الريسك ان هو يقلب مالتيبل مايلوما؟ لا ما سببش، يعني هو هيتنوا بنفس الريت بتاع 1%. طيب احنا كده عملنا اسيسمنت للريسيبينت وخلصنا كل حاجه وبقى البيشنت جاهز فور ترانسبلانتيشن، لكن البيشنت ده هو لسه منتظر على الويتنج ليست اذا ما كانش قدامه عنده ليفنج دونر وخلاص وهيعمل ترانسبلانتيشن على طول. طيب الويتنج ليست ده قاعد ايه؟ ممكن ينتظر سنه 2-3. فهل الورك الاب اللي انا عامله من سنتين ثلاثة ده لو اتوفر دونر دلوقتي هنخش نعمل عليه ترانسبلانتيشن على طول، ولا في خلال السنتين ثلاثة اللي هو فيهم على دياليسيس ده ممكن يكون حدث احداث تانية؟ يعني ممكن يكون جاله كارديو فاسكولار ايفنتس، الكارديو فاسكولار سيستم اللي احنا عملنا له ايفالويشن من سنتين ممكن دلوقتي الوضع اختلف، البيشنت يكون في الفترة دي عنده انفكشن او يكون عن جاله مالجنسي، او يكون في الفتره دي حتى كون نيو انتي بودي فورميشن نتيجه مثلا انه خد بلاد ترانسفيوجن. فكل ده احداث ممكن تتغير، فالاسسمنت بتاعي اللي انا عامله يعتبر ايه، قديم، وبالتالي انا محتاج اعمل اسسمنت تاني. طيب ان بيشنت طبعا اللي هم على الويتنج ليست دولت هم اند ستيج رينال ديزيز، هنتعامل معاهم زي اي اند ستيج رينال ديزيز بيشنت، هياخدوا الكير كامل كمانجمنت اوف انيميا، سي كي دي ام بي دي، بلاد بريشر كنترول، بلاد شوجر كنترول، كل حاجه هيبقى زيه زي اي اند ستيج. طبعا لو هم اولد بيشنتس طبعا الريسك ان هم يموتوا قبل ما يتوفر ليهم دونر بيكون عالي جدا. طيب نعمل ري اسسمنت للبيشنت دول كل قد ايه؟ قال لك ده مفيش جايد لاينز بكده تقول لي اعمل كل قد ايه، لكن في الغالب احنا بنعملهم انولي، ودايما البيشنتس دايما بنعمل اسسمنت ري اسسمنت اللي هم توب 20 او 30 بيشنتس على كل بلاد جروب ويتنج ليست. يعني الويتنج ليست دايما بيقسموها حسب البلاد جروب A وB وO وA B، فيبقى دايما هو مجهز اول 20-30 من البيشنت اللي عليهم الدور عشان لو توفر دونر يبقى على طول جاهز. البيشنت طبعا دولت من احنا قلنا لازم نعملهم برضو سكرينج للانتي اتش ال اي انتيبودز لان ممكن يكون يكون انتيبودز جديده. لو اول ما يجي يعمل ترانسبلانتيشن لازم نعمل كروس ماتش تاني اللي بنسميه الفاينل كروس ماتش بينه وبين الدونر قبل ما نعمل ترانسبلانتيشن. البيشنت اللي هم على ويتنج ليست احنا بنبتدي نحطهم امتى؟ اول ما البيشنت ينشيت دياليسيس بحطه على الويتنج ليست ما دام عنده رغبه في ترانسبلانتيشن، او لو هو لسه بحضر له بري امتف ترانسبلانتيشن احنا بنبتدي اول ما الجي اف ار يوصل ل 20 نبتدي نحطه على الويتنج ليست. البيشنت اللي خلصوا الورك اب بتاعهم يعني هو ممكن يبتدي يتحط اول ما هو مثلا وصل دياليسيس ابتدي احطه هو لسه ما عملش ورك اب لكن انا خد بياخد دوره. لو هو الورك اب كومبليتد خلاص وهو جاهز بنقول عليه ده اكتف بيشنت، اما اذا كان لسه الورك اب نوت كومبليتد بنسميه ان اكتف بيشنتس. ويمكن في اليو اس اي حوالين 60% من البيشنت على ويتنج ليست بنقول عليهم اكتف. بكده يبقى احنا خلصنا اللي هو الاسسمنت اوف ذا ريسيبيانت، ومن المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الـ assessment and evaluation of the donors. وشكرا لكم.